أنك في يوم من الأيام تركب سيارة أجرة تلقى مرأة تطلب من راجلها يقعد في الدار ويقوم بالأشغال المنزلية. أنت واش يكون ردة فعلك؟ إذن شوفوا هاد السيد واش كانت ردة الفعل نتاعو. والله يا خويا والله غير اليوم يبات عندي يما
اليوم ما راهو بيتها في الدار غير يبات عندي هما اونتخو طون خمم انا عندي شو عندي قريب 40 سنه زوج ديو ميرسي واش راني طافش ندعي اقسم بالله العلي العظيم واش راني ندعي اقسم بالله وربي راه الهلال لحقني ربي لولادي بعيد الشر موت في يد ربي بصح راني نقول ان شاء الله انا نسبقها نقول لك علاه باسكو انا لو كان هي تسبقني تموت الراجل اوتوماتيك ما يعاود زوج تحب ولا تكره صح وي المراه ترقد على ولادها صح لو كان طيح معاك كاش كلبه ولا اللي تدورني بالك ننسى ولادي نرمي ولادي بصح نسى دوكا يعاودوا يتزوجوا لا هو كاين هذا ولا غير انا وحده انا وحده خويا لو كان تلقى تعاود تتزوج انت راكي صغيره مدام داكو وي انا مرتي راهي عجوزه شبيكي الله يبارك خويا حطني هنايا معليش واش مازال هاد زوج مرتي ولا دارهم شي وقع يا خويا اسمح لي ويلا قلقتك لا لا والله ما انت يا فريمون ما سي با جونتي دو فوتر اه نو نو انت اسمح لي انت ما تعرفش تهضر ما دابيا ما طلقيش يا مرتي انت ما تعرفش تهضر والله ما تعرف تهضر معليش قدمنا شنو اه تي انا راهي منا السلام عليكم اصبر يا وسمع ربي يفتح يا رزاق مالها هذه مالها اش ما راك عبيه توقعش راك شتاباكش تا انا ما صدرتش نعم صدرت قبل هاد تحكي في حياتها ودك هربت ما خلصاتش ما راكش تشوف نيمبورتي كو اي بصح الله يبارك ضربات ولي حاصل فيها تولي خاسر خو ما عنديش نخسر انا يا خو والله غير تخسر واش ما تخسرش قالوا ما تخسرش الحاج نورمال هادشي عادي كاع الهز ما كاش اللي ماش تحكم فيه مرتو دروك راك غاد خويا يكون رخيص اللي تحكم فيه مرتو الحاج افيك تو مي ريسبي شوي ماري تي ماري انا ثاني جو شوي ماري واه انا ثاني انا مرتي كيما هكاك مشاكل بصح انا ماشي رخيص اخويا الله يرحمك شي واحد شي مقلق يا ودي انا تقلق اكثر منك انت يقول لك المراه هذه تهضر معايا هكايا كيفاه سيدو راك شفتيها يا خويا خويا يرحمك حبيبي انا خويا مرتي ما تحكمش فيا انا مرتي شوف كي شوف ماشي نزوق عليك واه الحاسم انا تما انا كي قلت لي ترخيص الحاسم انا شاول انا رخيص انا قلت لك بلي واه مرتي تصرم كيما هكا القانون راه معاهم كيما هكا الحاج القانون راه معاهم لا لا ما كاين حتى قانون معاهم الحاج انا نقول لك الهضره فيريتي انا قال لي قولي انا وانا وانا انا نعرف بلي مرتي تحكم فيه ما كاش من هذا برا يدير الدراع قدام الرجال هذا اللي راه وفي الدار حجله انا مرتي كي نشوف كنخسر فيها تموت خو والمراه هذه اللي عطاوها الحقوق نيشان نيشان هذه المرة اللي عطاوها لها الحقوق هذه اللي تبع الزنق وتبع الاخر خو باسكو المرة تاع الدار تبع راجلها ما تبعش الزنق والله الحاج انت تشوف انا حاجة انا 63 سنة في عمري عندي 40 سنة ماريا الله يبارك الحاج مشي تقول لي شوف في مرتي وليدي بصح الحاج مشي تقول لي شوف في مرتي تموت انت ماشي جلادياتور لا غير تموت خو هذه على الشيطان الحاج زين نعلو انا تاع بكري ماشي تاع الدار واه 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 خويا الو السلام عليكم مشاكل ما كاين الحمد لله ديو ميرسي ما عندي حتى مشاكل ولادي راهم بولادهم اي صح هذاك هو الصح اي سي بون اي سي بون تكون نجي عندكم انا اوكي خويا صح حسن صح اي صح حسن خويا هكاك لا بيبا نطلع مع نسا هكا يا خو اه الا حبوك صاحبي حبوك انا حطني هنايا باسكو انا مبغيش عجبها لي جلادياتور خويا ربي يسهل اه دير الحاج تحكم فيك نورمال انا ما فيهاش حاجه كاش يقول لي انا وانا انا من انا من ما تحكم فيا من اول من حقها القانون راه معاها الحاج راه الشيطان بي 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 كيسمو واحد بي 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 جيب لنا طلبيها تقسم انا الشيطان الله يخزي وين نعلو واه الحاج مش تقاش تقول لي يا مرتي انا قال لي عند الحاج مش تقاش تقول لي مش تقاش تقول لي ما كان والو الحاج تعطيها لابي وما تعطيهاش لابي تعطيها لابي شنو تعطيها لابي ما تعطيهاش كاع دراهم ما تعطيها دراهمك ما والو نعطي لها دراهم اه ودير على الشيطان الحاج يا ودي ودي نخاف منها الحاج سلام اخو الله يسهل قعدت هذه يا كوبليس معاهم اه يا الله قول لك حاجه اختي اقسم بالله العلي العظيم ما كنتش طالعه معها على فلافون غير شميت الوجه تاع العافيه هاي نورمال كاش مرارك بفلاريا وفلافون اه يا ركبود هذا ركبود تعبتوها لي فيف عليكم ان شاء الله العظيم غير راكم استفرتوني يا الراحه I'm gonna go to the